هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء مع برنامجكم رمضان كريم. نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، مواصلة لفهم الطريقة التي كان صلى الله عليه وسلم يسلكها في تربية أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وفي تأديبهم، وفي إفراغهم وملئهم رضي الله عنهم تعالى أجمعين. اليوم نرى مفهوما جديدا. لو سألنا أنفسنا، من أبخل الناس؟ شكون أكبر بخيل؟ بخيل مش كسول بالدرجة. البخيل في العربية هو الشحيح، هو الذي لا ينفق من ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم، ذلك هو البخيل. لو سألنا أنفسنا من أبخل الناس، لأجبنا أن أبخل الناس هو الذي لا يجود بماله على من يستحق هذا الجود. البخيل هو الذي لا يخرج من يديه لا درهم ولا دينار ولا ملي. هذا هو البخيل حسب مفهومنا. رسولنا صلى الله عليه وسلم صحح لنا هذا المفهوم، صححه لصحابته رضي الله عنهم تعالى أجمعين، وصححه لنا حتى نعي المفهوم الصحيح للبخل. البخل بمفهوم عام كما نفهمه ليس محبذا في الإسلام، ما لا، البخل مذمة، البخل مذمة، البخل ليس منقبة، بل هو مذمة لا يريدها الإسلام، بل لا يريدها عامة الناس، ضد الكرم. إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهمنا معنى البخل الحقيقي. قال: أبخل الناس من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. فصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. لماذا؟ لو سألنا أنفسنا لماذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يصلي عليه أبخل الناس؟ لأنه بخل على نفسه. لماذا بخل على نفسه؟ بخل عن نفسه
لأنه حرمها من الأجر العظيم. هذا الأجر يتبين لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا. سبحان الله، إنسان يحرم نفسه من هذا الخير العظيم هو حقيقة أبخل الناس. الصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام أمر عظيم، كيف لا، والله سبحانه وتعالى خلده في كتابه الخالد، خلده في القرآن الكريم حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا له من شرف، هنيئا لك يا سيدي يا رسول الله بهذا الشرف العظيم، حيث أكد الله سبحانه وتعالى أنه هو نفسه عز وجل يصلي عليك ويسلم. يصلي عليه يعني يرفع من شأنه ويعلي من مقامه صلى الله عليه وسلم، وقد أعلاه. ناهيك أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ليس بعد هذا الشرف شرف. لقد أعلاه صلى الله عليه وسلم حتى أوصله إلى مكان ليلة المعراج لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، هو يصلي عليه وكذلك الملائكة. الملائكة يطلبون من الله سبحانه وتعالى في صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد في إعلاء شأنه صلى الله عليه وسلم وفي إعلاء قدره وشأنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب كلنا، الخطاب لنا كلنا معشر المؤمنين. ونحن نعلم أن المؤمن إذا سمع هذا النداء الحبيب يا أيها الذين آمنوا عليه أن يستمع وأن ينصت، لأن بعد هذا الأمر، بعد هذا النداء، بعد هذا النداء لا بد أن يكون أمر أو نهي، فعليك أن تأتمر وتنتهي يا مؤمن. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا له من شرف، الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد بالمفعول المطلق، وسلموا تسليما، تأكيد منه عز وجل على قيمة هذه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمر من الله لنا، ولذلك قال الفقهاء أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مؤمن مرة في العمر، لا بد أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في عمره بنية الفرض. بقية الصلوات والسلامات على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافل، كلما صليت عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله لك بها عليك عشرا، والحمد لله رب العالمين. وهذا فضل عظيم لا يعرفه ولا يعطيه قدره إلا من وفقه الله إلى ذلك. نعود بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل.
ما لا بخلوا الناس، من إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، كيف نصلي عليك يا سيدي؟ سأله الصحابة، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شفت الكلام؟ اللهم صلي، يعني الأصل كيف قلنا يا والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نقول صليت على محمد أو أصلي على محمد، لا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدر والعظمة والتبجيل أنك يا مؤمن لن تستطيع أن تعطيه حق قدره في الصلاة والسلام عليه، فعليك أن تطلب من ربك عز وجل الذي يعرف قدر رسوله وقدر نبيه وقدر حبيبه وقدر مصطفاه حتى يصلي ويسلم عليه، فصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الانشراح على القلب، تدخل البهجة والسرور على الروح، كيف لا؟ والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه في قبره، إن قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني سلام من سلم علي، ويرد عليك صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي لأرد عليه السلام. فإذا قلت صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، رد الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليك السلام باسمك يا مسلم، وهذا منتهى الشرف ومنتهى التقدير لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل نعلم أيها الإخوة الكرام أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل حتى من الفاسق، فاسق خارج على الطريق بعيد عن الطريق السوي ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكتب له حسنة ويصلي عليه الله سبحانه وتعالى 10 مرات. هذا فيه تقدير وتبجيل من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض القصص أن رجلا ذهب لأداء مناسك الحج مع والده، فعندما أنهوا المناسك دخلوا ليرتاحوا ليناموا، فعند نومه ذلك الولد رأى فيما يرى النائم هاتفا يقول له قم فإن والدك قد مات واسود وجهه والعياذ بالله. قال فقمت فزعا فذهبت لأتحقق من ذلك لأرى فعلا أن والدي قد مات واسود وجهه، فأخذتني الغشية فرأيت فيما يرى النائم أن 4 من الرجال يحمل كل واحد منهم قضيبا من النار وقد هجموا على والدي ليضربوه، فإذا برجل يدخل المكان فيشرق له المكان نورا
فينهر أولئك الرجال ويذهبون ويمسح على وجه أبي فيصبح متلألئا كالقمر ليلة البدر. فسألت: من أنت بارك الله فيك؟ قال: أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي. فقلت: لماذا فعلت ذلك بأبي يا رسول الله؟ فقال: لقد كان والدك فاسقا لكنه كان يكثر من الصلاة والسلام عليه، فصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. ولنستمع أيها الإخوة الكرام إلى حديث المنبر المشهور الذي نعرفه كلنا، والذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يصعده ساكتا، لكنه في مرة من المرات عندما صعد الدرجة الأولى أمن، وأمن في الثانية، وأمن في الثالثة، فسأله الصحابة بعد ذلك عن سبب تأمينه، فقال: عندما ارتقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل وقال: يا محمد، من أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة فلا غفر الله له؟ قل آمين. قال: فقلت آمين. وفي الثانية قال لي: يا محمد، من خرج عليه رمضان ولم يغفر الله له فلا غفر الله له؟ فقلت آمين. وفي الثالثة قال لي: من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك فلا غفر الله له؟ فقلت آمين. فصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، وحشرنا على ملتك وسنتك، وسقانا الله سبحانه وتعالى من حوضك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.